قريب خلاص النهار تحت الرماد، احنا عايزين نحل المشكله من اساسها. طب من وجهه نظر حضرتك تتوقع ايه الاسباب؟ الاسباب انه في اسباب كثيره جدا، احنا عايزين نعيد برامج التلفزيون، عايزين نعيد برامج التعليم، عايزين نعيد برامج كثيره جدا، نشوف فين احتقان سببه ايه، الخطاب الديني، كل ده عايز ننظر فيه نظره موضوعيه ومحترمه بحيث ان كل المسلمين على قدم المساواه في هذا الوطن، لان الثوره اللي عملها كل المصريين مش من حق حد ان هو يعني ايه حادثه شخصيه واحد بيحب واحده او كده تكون انت تعتدي على الكنائس وعلى البيوت وعلى العربيات وعلى في ذنب الناس الثانيه. هذا 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 هذه ثقافه مرفوضه تماما. تعامل قوات الامن في احداث الكاتدرائيه والخصوص كان في الكاتدرائيه بس كان في تقصير شديد جدا، واحنا هنقول النهارده ان احنا يعني مش موافقين ابدا على اداء الامن الكاتدرائيه لانه لم يكن هناك احتياطات امنيه كافيه كمان على الذي حدث.